السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا إن شاء الله نكمل مع بعض آخر جزء في الورشة بتاعتنا. كده فاضل إن احنا نعمل الكلاودز، فاضل كده إن احنا نعمل الكلاودز اللي بتبقى حوالين الأيلاند وبعض البارتيكلز، تمام؟ ودي سهلة جدا. أول حاجة هيجي هنا عند الإميتر ده، هيجي هنا عند الإميتر ده، أعمل منه كنترول دي وآخد الإميتر التاني ده. طبعا هو واضح جدا إن عندي كمية نوتس كتير قوي. طيب أنا هعمل إيه؟ هحاول بقدر الإمكان إن أنا أخفي بعض النوتس. يعني الإميتر الأولاني ده اللي هو الشجر، هاجي هنا وأعمل له إخفاء مؤقتا. جميل كده، مفيش غير الأيلاند بتاعتي. همسك ده كده احدده برضو، تمام كده بقى لوحده. امسك الاميتر هنا و هجيب بارتكل واحطه هنا. ده طبعا هيكون كلاود. طبعا انا عملت ليه دوبليكيت من الاميتر، لان هو ايه، هيكون جريد، مش هقعد اعمل جريد من اول وجديد. احدد البارتيكلز دي وانزل تحت شويه، وبدل ما هي السيركل هخليها كلاود، تمام. عاوزاها تستمر 10 ثواني. بس في حاجه هنا، هدخل هنا على الاميتر بتاعي وهطلع ده فوق كده شوية علشان الكلاود يبان. مثلا طبعا العدد فظيع، العدد كبير جدا. هاجي تاني هنا عند البارتيكل ونشوف هو، حاسه ممكن، لا ممكن ارجعها 2 مثلا، تمام. لايف بير سكند سايز 10 ممكن، هو عامل راندوم شوية في السايز. الأوباسيتي كده كتيرة جدا، ممكن أخليها 20، في حدود 20 مثلا. هو عاوز الفيزر يكون كبير، بيكون دمين. الأكسس هتكون على واي طبعا. بالنسبة للبيرست شانس هي برضو كده كتيرة جدا، ممكن اخليها كام، 40 مثلا، تمام كده معقولة شوية. طيب بالنسبة بقى للألوان، هاجي عند فين الألوان، color color، خليه هنا color gradient group from gradient، واجي عند color gradient وابتدي اشوف اللون. واحد منهم مثلا هيكون باللون اللبني والتاني هيبقى اورانج. شوف كده الدرجة هتبقى عاملة ازاي. هو مش هيبقى لوب، هيبقى راندوم فروم جريديانت. جميل. طيب نزود بقى حاجة كمان، نخليها اد. هتنور دلوقتي، حلو. ممكن علشان ما تبقاش الأضاءة دي عالية، ممكن نخليها 10 مثلا، الأوباسيتي يكون 10 كده، حلو قوي. ولو انتوا حبيتوا تعملوا راندوم شوية في الاوباسيتي، ممكن نخليها مثلا وليكن 50، حلوة كده. انا شايفة ان دي كده معقولة. جميل قوي. ندخل على الاميتر تاني وممكن نعليها فوق شوية كمان، سنة بسيطة يعني. لا نرجعها تاني، تمام، معقولة كده جدا. طيب ده كده بالنسبة لل
للكلاودز. جميل قوي. طيب معلش هعمل دوبليكيت منهم تاني، هعمل دوبليكيت من الاميتر، كنترول دي وحدد الاميتر ده. برضو نفس الكلام هجيب بارتيكلز بس المرة دي هتكون عادي بقى، لونها عادي، هتكون قصدي هتكون سيركل عادي. لو حددنا هنا البارتيكلز ونزلنا كده تحت شوية، طبعا هتبقى سيركل. تمام. برضو الشانس كتيرة، ممكن نخليها 50 كويس، ونشوف البروبرتس سايز نقلله شوية، ممكن نخليه 8 ويكون فيه شوية راندوم. لأ 8 ايه، ممكن نخليه 5 كمان. والأوبسيتي نخليها ب20، والفيزر نعليه على الاخر او مش شرط قوي يعني، ممكن نخلي الفيزر 50% يبقى معقول. طبعا علشان احنا مش شايفين البارتيكلز كويس، فالافضل برضو نعمل نفس الكلام، نيجي عند الاميتر التاني ونعمل اخفاء مؤقتا. تمام كده. نيجي على الاميتر البرتيكال الاخير بتاعنا، طبعا اللون كده مش هينفع، نخليه برضو طيب هنا على الواي، ونفس الكلام في الكلر. هو الافضل ان انا كنت عملته دوبليكيت من الاول وريحت دماغي يعني، مفيش مشكلة. وعاوزينها نعملها اد او سكرين في سيركل نورمال اد. بس الاوباسيتي هنا يا جماعة قليلة جدا، انا زودتها كده شوية، زودت الراندوم بتاعها الاول. برضو قليلة جدا صح؟ لو انا خليتها مثلا كده 30، اعتقد كده احسن شوية. ممكن نخليها كمان 50، تبقى احلى واحلى كمان. و ممكن نزود في السايز راندوم، خليها 6. جميلة قوي قوي. نقلل هنا الأوبسيتي نخليها 40، معناها مش كتيرة أساسا يعني. طيب في حاجة مهمة برضو عايزين نعملها، لو دخلنا تحت كده في ال خلاص كده برضو خلاص والأوفرلايت، عايزين نعمل حاجة كده حركة حلوة للسايز. جينا هنا وخدنا الشكل ده والأبلاي، حلو كده. احنا محتاجين نكبر شوية البارتيكل، خليه 8 جميل جميل جدا. طيب غير كده محتاجين نعمل ايه كمان؟ طيب عاوزين نعمل ان هي تتحرك كده ناحية الشمال شوية، ده هنعمل ازاي؟ لو دخلنا عند الاميتر بتاعنا اللي هو اميتر 3، وجينا هنا عند السبيد وخليناها وليكن 20 مثلا يعني،
علشان نعرف نظبط ده اكتر هنعمل ايه؟ برضو هنجيب الموديل ونعمل له اخفاء، عاوزين بس البارتيكل هي اللي تكون ظاهرة. ندخل على الإميتر رقم 3، احنا بنقول عايزين ايه في الاتجاه ده الشمال ده، يعني هنعمل اورينتيشن على ال الواي. عملنا كده بالسالب، سالب 100، تمام. تعالوا نشوف كده، طبعا ال direction span ده اللي هو ال 60 دي. طبعا احنا عشان عاملين ثانيتين، وثانيتين دي قليل جدا، هاجي هنا في البارتيكلز بتاعتي و اخليها 5 ثواني مثلا، وارجع تاني للامتر بتاعي. بدل ما هي 100 في الثانية اخليها مثلا 50، واطلع ده فوق شوية. جميل، وده خليه يزيد مثلا 30، عايزاها تكون سريعة. -10 دي قليلة جدا، ممكن اخليها 50، ماشي. وصفر ونشوف. دايركشن سبان دي كتير اوي على فكرة، اخليها مثلا وليكن 30، نشوف. عرفت المشكلة فين. هو المفروض انا اساسا من الاول كنت عملت الدايركشن دايركشنال، هو دلوقتي مش محدد، كده عامل يونيفورم. جميل، فاحنا كده المفروض خلاص حددنا بقت بسالب 50 دي، هنزودها شوية نرجعها لأصلها كانت 60 تقريبا. والسبيد بدل 50 أو نقول 40 مثلا، تمام. ممكن دي خليها 70 كمان ونشوف. حلو، هي دي الحركة، جميلة جدا. جميلة جدا جدا. طبعا انا حاسة برضو في بعض البارتيكلز ممكن تكون كبيرة، انتوا ممكن تصغروها عن كده كمان تدي شكل احلى واحلى. طيب علشان المحاضرة ما تبقاش اطول من كده، عايزين هنعمل حاجة اخيرة الا وهي ايه. طبعا خلي بالكم المشروع هيبتدي يتقل، يعني اكيد اكيد الجهاز وامكانياته صعبة قليلة، يكون جهازه تقيل. حد كده كويس، هنيجي هنا وندخل على الكاميرا بتاعتنا و position و point of interest، نحدد الاتنين دول، وممكن نخليها لحد 4 ثواني كويس. و in انا عايزه الاثنين دول، حدد الاثنين دول واخليهم هنا. جميل، طيب والاتجاه الثاني بقى، هاجي هنا وامسك الاوربت تول وهجيبها كده. يعني كأنها بتلف، كأن اللاندسكيب نفسها بتلف. نعمل سي ونطلع كده شوية.
جميل، كفاية كده، نعمل كده شوية بس، كده كفاية قوي. وهعمل layer new solid وهسمي دي البي جي، وهسمي دي وحط هنا رند، ونحط رند gradient رند حاجة بالشكل ده. ممكن عملنا هنا خلاص البي جي، طبعا هنزلها تحت الستار دوست. شوف كده كويس، البارتيكلز دي حاساها كبيرة جدا، نصغرها شوية. ممكن ننزل تحت كده شوية، وبدل ما هي 8 ممكن نخليها 5، أعتقد 5 أكثر مناسبة، يعني مناسبة أكتر. لو زودنا كده الفيزر جميل، لو زودنا الأوباسيتي جميل، جميل جدا. أعتقد كفاية كده تعديلات، ونبتدي نشوف. قبل ما نبتدي نشوف البريفيو بتاعنا، حاسة ان الإضاءة هنا يعني محتاجة تتظبط عن كده كمان، يعني ممكن يجي عند هنا اللايت ده ايه ونخليه اورنج عن كده شوية، اعتقد بيفرق. وهنا برضو لا، ده انا شايفه ان ده كويس، ده نرجع بقى الشجر وكله وده نرجعه برضو الامتر التاني ده. شايفين هنا كأن هنا مفيش اضاءة الحتة دي اللي ورا دي. طيب دي بقى جاية منين؟ عايزين بس هنا، انا حاسة ان الكاميرا هنا قريبة جدا، احنا ممكن نيجي هنا عند الكاميرا يو برضه مثلا، تمام كده معقول. والإضاءة يعني بنسبة كبيرة كويسة. طبعا انتوا لو حابين تظبطوا الإضاءة كده، لأ حلو قوي، خصوصا لما ظهرت البارتيكلز بقت واضحة عن الأول بكتير. بس الشادو حاسة كتير شوية. طيب احنا ممكن ندخل هنا على اللايت ده، ندوس اي ام، طبعا عشان الشادو ميبقاش كتير قوي ممكن نقلل الداركنس ده هيخفف الشادو شوية، هيقلله يعني يخليه هني. طيب نعمل بقى بريفيو ونشوف. هعمل بريفيو وارجع لكم، تعالوا بقى نشوف كده البريفيو. طبعا هتقولوا في تغييرات، هو فعلا في بعض التغييرات البسيطة، التغييرات دي في اللون نفسه، اللي قصدي البوزيشن بتاع الإضاءة، يعني حاولت اجيبها يمين او شمال على حسب ما ايه، عشان كان في جزء كده هنا كان مظلم جدا، دي حاجة. والحاجة تانية ان انا عدلت في حاجة تانية كانت يعني بصراحة حاسة ان هي فرقت جامد، اللي هي ايه، دخلت الديفورم ماب هنا الباترن الاتنين، الباترن ده كان مش فاكرة كام، 60 او حاجة، خليته 40، والباترن ده برضو قللته شوية خليته 90 بس. فطبعا ده فرق جامد،
طبعا بالنسبة للإضاءة في حاجات كتيرة ينفع ان هي تتعدل فيها زي الإضاءة والألوان، دي طبعا انا هسيبها لكم انتوا تبدعوا فيها براحتكم. وكده تكون انتهت ورشة النهاردة ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في ورشة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.